اتكلمنا عن مزاياه بالنسبه لبايرن برشلونه، لو بايرن برشلونه ما خدناش لا خدتوه خدناهوش خدتوه مع الدكتور احمد حسين الترم الاولاني كله خدناه بس حاجه بسيطه يعني وربنا ما خدناش بسيطه مش خدناش خدته بقى ما خدناش فلتر ما كملناش ازاي نعمل فلتر ماشي هتكملوا بيه مع الدكتور احمد نادر ماشي انما خدته فكره خدنا رب قلب وخدنا رب قلب في الاخر بتعمل البوست بيساوي النجم ماشي خدنا النجم بس ولا بابارسي مثل بابر سي ان هو كان بريسايز كان بيعتمد على حاجات مش اكتف في الاكيرس كان بيعتمد على ار وسي اقدر اخلي الار والسي اقدر اخليهم بريسايز يعني مش هيتركوا بعض بس انا اخليهم بريسايز الفاليوز بتاعتهم اقدر اعمل لها تيمنج وكده بالنسبه لل لو جينا بقى للجي ام سي كان بابر سي عيبه الفريكونسي بتاعه بتاعه ليميت عشان محتاج جين كبير عشان يخلي له جين كبير عشان يقدر يخليه الايرور صغير اللي هو دي بلس ماينس دي ماينس طيب ماشي بالنسبه بقى لل جين سي فلتر كان ميزته ان هو سريع اسرع من البامبر سي بس كان ليه عيب خطير الفيوريز بتاعته البوز بتاعته او اي حاجه فانكشن بتعملها بيه بيكون في الاخر ريليشن شيب ما بين جي ام وسي صح؟ احنا عارفين في عندنا مشكله ما بين الجي ام والسي الجي ام دي اكتف اليمنت جاي من ترانزستور والسي ده بس اليمنت جاي من حط تو ميتال سبيد حط فينجرز مع بعض حط بولي سيليكون حط ستاند ترانزستور فالاثنين ان كورليت خالص كورليشن كورليشن ما بينهم زيرو فبالتالي ده مش هيقدر يتريز ده فالاكيورسي بتاعته تعبان يعني ممكن اقول لك مثلا اعمل انجريتيشن كارد فريكونسي بتاعه 100 ميجا من غير ما تعمل تيونابيلتي ممكن يوصل من 100 ميجا يوصل 150 150 يوصل 50 ميجا او 150 ميجا فاللي هو الاكيورسي بتاعته مش كويسه فبالتالي في مشكله في الجي ام سي في الاكيورسي بس السريع وميزته الثانيه ان هو كونتينوس تايم ان انا الاوتبوت بتاعي في اي لحظه زمنيه هو بدل داتا ممكن اخده طيب ايه ميزه بقى السويتش كابستور سيركت؟ السويتش كابستور سيركت اسرع حاجه اسرع حاجه اللي هي ممكن توصل حتى ثلث الاف تي اللي هي الفريكونسي بتاع الترانزستور ممكن توصل حتى السرعه بتاعتها توصل الكلوك فريكونسي حتى ثلث الاف تي مش بس كده ان هو يوصل حتى ثلث الاف تي هو سريع وال بسبب ان هو عباره عن كابستورز بس والاكتف اليمنت هو من الاخر بودي ايز بنتاكد برضه نفس الحكايه انها تشحن كابستور وتتفرج بس او ما بيكونش له علاقه بالجي ام بيطلع في الاخر ترانسفر فانكشن طلع لي سي على سي ريشيو ما بين كابستورز دي الكورليشن كوفيشن بتاعتها 100% هي 100% كورليتد فبالتالي الاكيورسي بتاعتها هتكون اعلى صح؟ بس عندنا دلوقتي مشكله صغيره انا عشان اعمل انت فلتر محتاج يكون عندي ايه؟ اثنين elements هنا بتعمل دي ريزيستنس وهنا بتجيب فيه فريكونسي ديبندنس صح؟ ديبندنس كابستور بجيب فريكونسي ديبندنس محتاج element انا implement resistance صح؟ في مشكله بقى في الامبلمنتيشن بتاع الريزيستنس محتاجين implement resistance using كابستور only صح؟ لازم اعرف implement resistance باستخدام كابستور بس دي الفكره يعني في الاخر عايزين ايه؟ عشان نعمل فلتر محتاجين يكون عندنا حاجتين فريكونسي ديبندنت امبيدنس اللي هي كابستور مثلا وحاجه فريكونسي اندبندنت عشان في الاخر لما اوصلهم مع بعض يعملوا لي كويل لان ما عنديش كويل الكويل هو اللي بيقدر يظبطني مع بعض ليه؟ فاكرين انا لو عندي كابستور وكابستور الفريكونسي ريسبونس بتاع حاجه زي كده ايه؟ ده فولتج فايدر فولتج فايدر صح؟ اه فولتج فايدر مش مفيش اي حاجه والار دي فولتج فايدر مفيش اي حاجه طب الار دي ده لو بص هي دي اللي انا بقدر امبلمنت بيها فلتر ريسبونس صح؟ طيب طالما اقدر امبلمنت فلتر ريسبونس ده حاجه شبه كده احنا اللي احنا عاوزين نعمله دلوقتي ان احنا نحاول امبلمنت في ديستنس تعالى خلينا نفتكر ان ار وسي بس انا عامل الار بحاجه ثانيه بكبس طب مش هتبقى فيها نفس مشكله ان كيو ما بتزيدش على النص؟ نقدر نحط اكتف اليمنت ساعتها بس في الاخر هتكون شبه الاو ام ار سي لكن هي معضله يعني انا قصدي سويتش كابستور لوحدها مش هتجيب لي كومبلكس كونجكت لو من غير اي اكتف ليمت احنا قلنا طالما الجين اقل من واحد بالظبط عمره ما هيجيب لي لازم ليا بوز طالما اللوب جين او اللوب جين اقل من واحد ولازم عشان اجيب كومبلكس بوز لازم يكون في فيدباك من غير كويل الكويل ممكن اجيبها من غير كويل طيب دلوقتي اللي انا عاوز احاول اثبته ايه؟ اشوف
امسك دايره واحاول اثبت ان انا ريزيستنت. الدايره دي اللي عاملها بيقول انها سويتش كاباسيتور ريزيستنت. سي فاي واحد فاي 2، عارفين فاي 2 دي صح؟ فاي واحد لما يكون واحد الكاباسيتور ده بيكون شورت سيركت، وفاي 2 لما يكون واحد بيكون شورت سيركت العكس اوبن سيركت. الاثنين نوت اوفر لاب، يعني لو الفيش بتاعها عامل كده، لو فاي واحد بتاعها عامل كده فاي 2 المفروض يبقى شكلها عامل كده، اللي هي في نوع من الكلام من هناك. ده بالنسبه لفايف وفايف. طيب يا شباب، نوع من الكلام هيبان لي بعد كده. طيب انا عشان اثبت ان ال ام ده ريزيستنس هحط عليه فولت. مش مقصود يعني نوع من الكلام، يعني مقصود ان هما الاثنين مش مشتركين. ما بيكونوش اون مع بعض. بس ممكن يكونوا نقص مع بعض؟ اه الاثنين نقص مع بعض، هنا اوف نقص مع بعض يعني. اوف اللي هي اوبن سيركت. لو عاوز اشوف الامبيدنس هحط عليه فولت، دي واحد دي اثنين، والزد بتاعت الستيج ديت هي دي واحد ناقص دي اثنين على الكارت اللي ماشي صح؟ مش دي التوتال امبيدنس بتاعت شكل سيستم زي ده؟ بسبب ان هو ميموري ليس سيستم. عبر عن الكلام ده. طيب الميموري ليس سيستم هنشوف في طريقه كده ممكن نشتغل بيها، بس هشرحها لك دلوقتي. بس خلينا نشوف الامبيدنس شكلها عامل ازاي. ما في كباسيتي في الميموري هتشوف في بتاع الميموري في الويبنر الاوفر اول يعني. اه شباب ما هو في دي ميموري ام يعني هو الكباسيتي، بس دلوقتي ما بياكتش على انه على انه بيستور ميموري. دايما شايف ستورز، دايما في كل سلايد انت شايف ستورز. لو ما كانش شايف سورس، لو كان لوحده كده كان قدرت تستور عليه خالي. فحضرتك بتقول ان هم ممكن يبقوا مع بعض، لما بيبقوا مع بعض هو كده ما بيبقاش شايف سورس. انا هستفيد بحاجه في العودة هحس بيه لما يكون لوحده؟ لا لا خالص مش مهتم بيه. خلينا مثلا نسمع التايم شكلها عامل ازاي. لو الفاي واحد دي اوبن مفتوح يبقى الامبيدنس دي كام؟ اوبن يعني كده يعني مش ماشيه خالص. الكارت كام؟ زيرو. زيرو يبقى الامبيدنس كام؟ انفينيتي. طب لو الاي لو الفاي واحد مقفوله كلوز كلوز يبقى في كارنت ماشي صح؟ بس الكارنت ماشي ده انا معرفش معلوماته ايه ولا شكله عامل ازاي، ده الامبيدنس ما اقدرش احددها برضه. طب اللي سويتش كاستر سيركت بنجيب حاجه اسمها ايكويفالنت افريج ريزيستنس، بنجيبها عن طريق ان انا افريج الاوفر اول كارنت اللي ماشي في اللوب في واحد ودي اثنين اجيب الافريج كارنت. لو فاي واحد بيتقفلت لازم فاي اثنين تتفتح. اه الاثنين نقطه كلام. فانا عاوز اجيب افريج كارنت اقسمه على الاثنين دول عشان اجيب حاجه اسمها الافريج سويتش كاباسيتور امبيدنس بالنسبه للسيستم ده. بحل المسائل دي ازاي؟ هي في طرق حلها، بس يعني ابسط طريقه يعني عشان ما تبقاش زمان. بتبص على سورس واحد من تو سورس، دي مش تنفع غير ان هم السيستم اللي هي داخل الزيت هتطلع ميموري ما فيهاش اي حاجه على علاقه بالزيت. طيب دلوقتي البي واحد ده لو وصلت البي واحد وشوف التوتال تشارج اللي مسحوبه منه during two cycles، يعني في كل two cycles شفت البي واحد ده هيشحن هيصدر لي النتورك دي بتشارج قد ايه، فجبت التشارج في الفاي واحد والتشارج في الفاي اثنين فجبت التوتال تشارج. التوتال تشارج دي لو انا عندي التوتال تشارج مش هقدر احسب الافريج كارنت عشان عندي الكارنت بتساوي ايه؟ التشارج على تايم صح؟ بيساوي كيو على تي صح؟ فلو عندي تي في تو سايكل يبقى تي كلوك والتشارج تشارج توتال هيبقى ده ايه؟ الافريج كارنت. فانا لو قدرت اجيب الافريج شارج اللي طالع او التشارج اللي طالع حتى التشارج اللي انا عملتها سبلاي من في واحد للنتورك هقدر اعمل ايه؟ هقدر اجيب الافريج كارنت ومنها اقدر اجيب ايه؟ اعرف النتورك دي شكلها عامل ازاي. خلينا نبص احنا عارفين ان عندنا دلوقتي كام اليمنت بيستور التشارج كام؟ واحد. فانا هعمل ايه؟ هرسم الدايره فاي واحد، يعني نرسم الدايره فاي واحد، انا عارف ان الكباستور التشارج بتاعت الكباستور بتساوي سي دلتا بي عليه صح؟ دي التشارج بتاعت الكباستور. طيب لو انا عندي خلينا كده حاجه على جنب، لو انا عندي
السبلاي دي هتدي له تشارج قد ايه؟ المفروض هي هتنقل من 1 فولت لكام؟ 2 فولت. هتنقل من 1 فولت ل 2 فولت، يبقى اداته تشارج قد ايه؟ 1 في 2 1 في 2 سي 1 الفولت اللي كان عليه انا بسوي له تشارج قد ايه؟ سوري الفولت اللي هو وصل له ناقص الفولت اللي كان عليه. يبقى التوتال تشارج اللي جت هنا كيو بتساوي سي 2 ناقص 1 اللي هي بتساوي سي للتمرين. صح؟ في مشكله كده؟ يبقى كل اللي انا هعمله هبص على الكباستور هياخد قد ايه كل سايكل من دي 1. خلينا نرسمها كده during phi 1. يورين فاي واحد ممكن ارسم الرسمه شكلها عامله ازاي؟ بس ممكن ارسمها صح؟ تمام صح فاي 2 اوبن صح؟ يورين فاي واحد فاي 2 اوبن. طيب الكباستور ده المفروض اعرف هو كان عليه شحنه قد ايه؟ عشان اعرف هياخد تشارج قد ايه من في واحد صح؟ الانيشال فاليو بتاعته كانت كام؟ لو بصينا الرسمه دي مش كان فاي 2 قديها؟ الانيشال فاليو كانت كام؟ 2. لو بصينا مش الانيشال فاليو كان هو قبل ما فاي 2 توصل بالظبط كان فاي 2 الواسطه يبقى كان عليه ايه؟ بي 2 صح؟ يبقى اول ما قفلت اي فاي 2 كان على الكباستور كام؟ بي 2 كان على الكباستور بي 2 يبقى كان على الكباستور بي 2 وانا عاوز اطلع بي 2 دي اغيرها لو وصلت كام؟ بي 1 وصلنا ل 1 يبقى التوتال تشارج اللي هي تشارج واحد بيساوي ايه؟ سي في 1 ماينس في 2 الفي فاينل اللي هي في 1 ناقص الفي انيشال اللي هي في يبقى كده التشارج اللي جات لي يوني فاي 1 من السورس اللي اسمه في 1 من السورس اللي اسمه في 1. طيب ماشي لو بصيت يوني فاي 2 الرسم شكلها هيكون عامل ازاي؟ كده الرسم هيكون شكلها دي انبوت متعلقه بالهواء كده دي واحده متعلقه بالهواء والكباستور بوصله بي 2 واصل بي 2 صح؟ عكس في تشارج بتساعد خالص من بي 1 سي دي 2 بي 1 اه لا بي 1 يعني كيو الثانيه كيو الثانيه ده سي بي 2 ناقص بي 1 لا من السورس اللي اسمه في 1 ما فيش حاجه في تشارج لا هي دي الفكره احنا مش محتاجين نوصل للسورس الثاني لو هو ما يعملش وهي تو بوت فدي واحد الكيو بتاع 2 بتساوي زيرو كيو 2 دي كيو 5 2 اللي جايه اي التشارج اللي جايه من دي واحد بتساوي زيرو صح؟ يبقى لو جيت احسب دلوقتي واحد احسب التوتال تشارج شمس طب ال V2 ده ايه؟ V2 ده سورس برضه ايه؟ سورس برضه طب ليه ما عملتش؟ ليه ما خدتوش في الاعتبار؟ بص لو خدت في الاعتبار يبقى كاني بضرب في 2 واقسم على 2 هي ميموري ليست سيستم ايا كان عاوز تاخد في الاعتبار انا كل اللي انا عملته ان انا حطيت لوب صغيره كده اوسع دي واحد لو خدت في الاعتبار تعمل لوب كبيره وتشوف تقدر تشارج اللي داخل السيستم واللي خارج السيستم بدل ما انا كنت بقول في تشارج ده بيتشارج كده هعرف هنا ان التشارج اللي ده بيتشارج وهنا هلاقي هنا في واحد بيتشارج هنا في واحد بيتشارج وفي تاني ما بيتشارجش حاجه فهشتغل ده انا بشتغل على سورس واحد بس ما ينفعش نقصر المسائل بتاعت الجمله التمرينه دي هتلاقي سورس واحد كده باشمهندس احنا في واحد وفي اثنين دول بسبب في 1 يعني ولا؟ اه اللي جاي من في 1 التشارج اللي اتخرجت البي 1 التشارج جت اللي اداها السيستم. طيب لو بصينا بقى على كيو توتال كيو توتال بتساوي كيو 1 زائد كيو 2 اللي هي بتساوي سي بي 1 ناقص بي 2 اي توتال بتساوي ايه؟ اي توتال بتساوي ايه؟ في تي بيساوي كيو توتال على دي كلوك انا خدت التشارج اللي اسمها كيو توتال دي قد ايه فيريو الكلوك بيريد كاملة صح؟ ماشي التشارج جاية من 2 كيو من 2 كلوك بيريد لما بشوف البيريد بتاعتهم قد ايه هي بتتكرر كل كلوك بيريد صح؟ فهقسم على ايه؟
على تيك لوك. طيب لو سمت على تيك لوك قادر اجيب الدلتا كوفنت. هي دلتا بي على ايه؟ بي واحد ناقص بي اثنين على كي على اي توز. بيساوي ايه؟ الاقيها بتطلع لي في الاخر انها تيك لوك على سي. طيب زي الايكويفالنت اللي طلعت لي سي تي كلوك على سي دي. حد يعرف ايه الميزه في انها طلعت سي كلوك؟ حد يعرف ايه الاليمنت ده؟ هي طلعت لي حاجه ليها علاقه بالفريكونس بتاع الانبوت؟ صح؟ طلعت لي حاجه ليها فيز؟ لا. بتعتمد على التايم؟ لا. ايوه يبقى ريزيست صح؟ انت فعلا التايم لو استنيت شويه ونفس الكلوك نفس كل حاجه هتتغير؟ لا. فهي ما بتعتمدش على التايم يعني مش كباستور ما لهاش فيز ما لهاش فريكونسي ما لهاش اي حاجه هي حاجه كونست. يبقى ممكن اشيل الزد دي واحط مكانها ايه؟ انها طلعت عباره عن طيب ايه مثل الريزستنس دي؟ ما حاجة زي كده تبقى سبيد باور هي ريزيستنس سبيد باور ماشي. بص كده انت بتسأل بتقول هي سبيد باور ازاي صح؟ هي الباور ديسيبيشن معناها ايه؟ معناها ان انت خدت شارج من سورس وما رجعتهولوش ليه تاني صح؟ وديتها في حته ثانيه بعد ما خلص فده كده كامل سبيد باور مظبوط؟ بص هنا الفاي واحد مش ده ال اي افريج اللي كبست ده شكله؟ فاي 2 رجعت له ولا ايه اللي حصل؟ قرر يحط فين؟ في 2 ماشي على في 2 في 2 صح؟ في اي كرانت رجع له تاني؟ لا في الفيز اللي بعديها هيعمل نفس الحكايه ولا لا؟ صح؟ في الفيز اللي بعديها كمان هيعمل نفس الحكايه ولا لا؟ هتلاقي نفسك بتفرق طبعا ان دي اكبر من دي هي ريزستور كانت بتمشي كده دي واحده كنت فيه كل مره عمال يخسر التشارج اللي اسمها قيمتها كيو 1 دي عمال يخسرها وما بترجعلوش تاني يخسرها وما بترجعلوش تاني يبقى دي باور ديسيبيشن ولا لا؟ الكارت دايما في دايركشن واحد ما بيستغلش ما بيعرفش بيه زي ما يكون في جالس اللي هو مش في ديسبلاي باور خالص. طب لو ده كان يوم السيستم كان لازم اخش على جيتي ولا مش طب ايه؟ لو كان يوم السيستم مش يوم لو كان في هتلاقي حاجه في التشارجر اللي بتطلع لك دي ليها علاقه بالتايم يعني التشارجر بتساوي دي بتاع المره دي ودي بتاع المره اللي فاتت ساعتها دي مشكله انما دلوقتي كل الكباستور متوصله بايه؟ دايركت سورس على طول بيفضل مره واحده عايم مع نفسه كده مستني حاجه يديها في حته يعني هو السورس في الفلوس بس على اساس ان هو يبقى لا في ميموري سيستم بتعمل انتجريتور بالسويتش كباستور لا انا قصدي البلوك ده البلوك ده هو ضيع الميموري خلى الكاوستر ده ميموري ليس لانه خلاه ما يبصش نفس السورس كل سايكل خلاه يبص للسورس ده ويبص للسورس الثاني يعني ما يفكرش السورس ده بكامل ويضيع قيمته خالص السورس ده ما يفكرش السورس واحد ده بقيمته اللي فاتت مش هيرجع هنا فانكشن في دي واحد لو رجع فانكشن في دي واحد يبقى بقى ميموري سيستم انما بيرجع فانكشن في دي اثنين اللي هي مش هيعمل في دي واحد فميموري ليس في مشكله في طريقه حل دي؟ هو في ديلي شويه يعني بياخد يعني في ديلي ما هو الكارت اللي بيمشي هنا ما بيطلعش انستنتينيس هنا بس هو الافريج سايكل بيحصل لي كارت الكارت بيمشي قد ايه؟ ده اي توتال اللي هي ممكن تكويفلنت للاون افريج في الاوفر اول سايكل هي عباره عن تمام بس هو مش السويتش ده شكله هيبقى زي ما انا اكتب يعني ترانزستور يعني في الاخر هيبقى مش هيبقى اوبن يعني بس هيبقى مش هيبقى اكشن هيبقى مش اثنين اوبن مع بعض بس هيبقى بس فمش هتبقى نفس الكلام مش يعني لما الاثنين هنا لما الاثنين اوبن سيركت مع بعض موجود شويه في الباتش سي او لما ده اوبن سيركت ده بيوديه هنا مش هيبقى اي دي اوبن سيركت لكن لو ده اوبن في كلام في لحظه يعني في الفاي 2 مش هيبقى هيبقى في كيو رقم يعني بص يعني تحتهم الريزستنس مثلا نص مش فاهم انت عاوز توصله الاي دي يكون عادي هتخلي الريزستنس هنا صغيره قوي وتحاول تخلي الاوف ريزستنس كبيره قوي الاوف ريزستنس هتفضل تطلع من غير ما تعمل اي حاجه هي وحدها تطلع للجيجا فالجيجا ده حاجه خلاص حاجه كبيره قوي بالنسبه للكلوك اللي انت عاملها فبتعتبره اوبن سيركت المشكله في الاون ريزستنس
اون ريزيستنس دي ممكن تكون كبيره. اما من غير ما تعمل حاجه كده بتلاقيها ممكن تلاقي 50 كيلو مثلا ولا حاجه 50 كيلو رقم كبير لو عملتها مينيمم دايمنشنز. فتضطر تكبر الدايمنشنز زود البارازيتكس. ادي بارازيتكس سنسيتيف بالذات يعني الدكتور هيشوف لكم بكره في التفصيل يعني بارازيتكس سنسيتيف ان شاء الله يعني بارازيتكس سنسيتيف هشرحها في السكشن الجاي. بس في لو في نوع ايديال سويتشز هتلاقي لها بقى كومبوننت ثانيه اللي هي تايم في الموضوع. هتلاقي بدل ما هي تعرف كده هتلاقي بتعرف في حاجه ثانيه فانكشن في التايم في الكام باك لوك وفي الفاريشن في الفريكونس بتاع الام. هتلاقي في حاجه ثانيه في حاجه اسمها اس ترايف موجوده هنا. بس احنا لحد دلوقتي مش شغالين دايما حاجه كده كامله يعني ايدل. وكل اللي احنا شغالين فيه ايدل مش هنعمل حاجه. طيب خلينا نعمل دي اول طريقه عملناها امبلمنتيشن ريزيستنس صح؟ خلينا نحطها كده على جنب. ان اول طريقه كانت عباره عن سويتشز كلاستر 5-1 5-2 طلعت الار اكويفالنت تساوي 1 على اف دي اللي هي دروب فريكونسي 1 على اف. فدي اول طريقه امبلمنتيشن. في اي مشاكل في الطريقه دي؟ عملنا ريزيستنس صح؟ واحنا بنعمل ريزيستنس ليه في الاخر؟ قلنا عشان نحطها مع كباستور بعد كده نعمل ده. لحد هنا كنت وصلت لحد هنا صح؟ قلنا برضو هنبص كده الكباستور دايما بيبقى واصل بتو سورسز. الكباستور مش فلوتنج في ولا مره ولا بيفتكر نفسه في ولا مره. فهي ميموري من المنظر ده ميموري واصل بين تو دايركت سورس في 1 وفي 2 صح؟ فبالتالي هي ميموري سيستم. فانا ممكن ابص على بول بارك فيهم واحمل اثنين. الافتراض برضه ان هم السويتشز ما ينفعش اوفرلابنج مش فهنا انا بقول سويتش يو ار دوينج 5 واحد بتعمل ايه؟ عند 5 واحد هبص للسلك بتاعك. السلك بتاعك ما ينفعش تعمل ايه؟ موجود ارسمها مش عارف انا بحب ارسمها كده. اي كان التشارج اللي عليه هيوصل بالقيمه كام؟ صفر صح؟ ابتدى التشارج بعد كده وصل لصفر. طيب البي بي واحد ده هيتشارج اي حاجه؟ لا اي تشارج هيطلع مني؟ ليه لا؟ لان مفيش انا عشان اشحن حاجه لازم يكون ليها باطن ناحيه ثانيه عشان امشي كهرباء ثانيه يكون في باطن ناحيه ثانيه. دي اوبن سيركت بالنسبه لي لانها حاجه متعلقه في الهواء. فالتوتال تشارج في الفيز ده بكام؟ زيرو صح؟ طيب بالنسبه لفايتنج لازم فايتنج كده انا عارف ان الفاينل فاليو بتاعت الكوت النقطه بتاع الكاس ده نهايه فاي واحد بكام؟ بزيرو. طيب خلينا نرسم فايتنج. فايتنج هتكون عباره عن ايه برضه لما احنا رسمنا كده؟ هي دي فايتنج هي مش كده هي دي. طيب الفولت انيشيال على الكاس قبل فايتنج ما تيجي بالظبط كان بكام؟ زيرو زيرو صح؟ عايز اللي بيعمل اللي مش فيه صح؟ دايما يعني عشان ما تبقاش هتسيبوا الاشارات في المسائل اللي زي دي خلي البوست بتاع الكباستور بتاع البوست اللي بتحطوه على الكباستور ناحيه البوست اللي انتوا بتسطوا عليه. طيب
طيب دلوقتي الفاي التوتال تشارج اللي بتشحن دي التوتال تشارج في الفاي 2 اللي كان سي في 1 ماينس 3 سي في الفاينل فاليو الفاينل فاليو دي 1 ناقص 2 ناقص الانيشال فاليو الانيشال فاليو 0 صح؟ يبقى كده جبت الـ Q2 مظبوط؟ يبقى عندي Q2 و Q1 اقدر اجيب Q1 زائد Q2 الـ I average زائد Q total على سنتر R equivalent بعد ريزيستنس برضه هتساوي T float على برضه طلعي نفس التفكير انا عباره عن ريزيستنس قيمتها في ايه؟ تي كلوك على سنتر. في اي مشكله كده؟ يبقى عندنا تاني تكنيك ممكن نعمل فيه ريزيستنس اللي هو التكنيك ده طبعا سويتش سويتش الكباستور ما بيفكرش اي انبوت بالفاليو اللي كانت عليه قبل كده ما بيحتفظش باي فاليو بيفضي ويشحن الفولتج سورسز اللي عليه فاقدر اعمل نفس التكنيك ده اقدر اعمل ان في واحد استخدمه على طول على انه هو الكارت منه هو ده فانت ريزيستنس طيب حد يقدر يقول لنا هنمشي فيه ازاي ولا تيجي على فكره الاثنين اللي احنا استخدمهم دول؟ الاثنين في بعض الاثنين في بعض في بعض شكلهم عاملين ازاي؟ بارل سيريز يا فكرة ما هيبقى في فاي واحد يعني الفرق بينهم وبين الثاني ان فاي واحد سي واحد في سي واحد عليه هما ده بصفر وفي فاي اثنين برضه هتبقى سي واحد بيرد معايا هتبقى تودي تشارج يعني بقول لك يعني ديت اقدر اقول انها سيريس كومبينيشن دي ولا بارل كومبينيشن؟ سيريس بارل لا مش سيريس عشان دي يبقى بارل صح؟ طب لو بارل خلينا كده نشوف لو عملنا بارل كومبينيشن هنا هيطلع الاكوبلنت ريزيستنس الإيكوبلنت ريزيستنس R إيكوبلنت أي بارل كومبينيشن بتساوي واحد على واحد على R واحد زائد واحد على R اثنين صح؟ نص القيمة خلاص سي زائد سي اللي بتساوي نص سي واحد على اثنين سي واحد زائد سي خلينا سي واحد وسي اثنين زي سي واحد وسي اثنين يبقى المفروض لو أنا حليت المسألة دي صح وإحنا كنا فاكرينها صح إن الاثنين بارل يطلع لي الفاكو الإمبيدنس بتاعتها كام؟ واحد على اكس صح خلينا نمشي برضو بدون تفكير هنشتغل نرسم جوين فاي واحد جوين فاي واحد هنرسم الرسمه خلينا نرسم الرسمه ونشوف شكلها هيطلع ازاي لو رسمنا الرسمه عند جوين فاي واحد دي هنلاقي برضو بس ده في الهواء كده كبس ده سي واحد وهنا دي واحد وما ننساش ان كان قد كده بالظبط بتوصل عليه دي اتنين الكبس ده هيفرق معانا في حاجه؟ كل اللي انا عرفته منه ان التشارج اللي عليه مش هيمشي فيه بالانس هنا فالتشارج اللي عليه بقى بزيرو تقدر التشارج اللي عليه بقى بزيرو فممكن اخليه كده اتناول مع بعض مع نفسه الدي واحد ده هيشحن مين؟
سؤال هيشن سي تي و سي 1 هيشن سي 1 بفاليو كام؟ هي سي 1 كان عليها انيشال فاليو كام؟ سي 2 هي كانت قبل كده بالظبط كانت متوصله ب 2 سي 1 يبقى عليها كام؟ ب 2 يبقى الكيو بتاعت الستيج دي بكام؟ سي 1 في 1 ناقص 2 كيو ديسيبيتد من السورس اللي اسمه بي 1 بكام؟ في واحد في واحد ماينس بيتا في واحد صح؟ تمام يعني كده جبنا الفيورينج فاي واحد جبنا الشارج اللي سبيتد منها من دي واحد طيب خلينا نرسم شكل شكل كومبيتيشن فاي اتنين حاجة عاملة ازاي؟ كده هتفرغ بس في 2 لكن لكن مش هتاخد تشارج مش هتاخد تشارج دي بس تمام ماشي يبقى كل اللي انا بحسبه له تشارج اللي خارج من السورس ده تمام اي مشكله كده؟ لا التشارج اللي خارج من السورس كيو 2 دي بتساوي ايه؟ 2 دي 1 الفاينل فاليو مثلا يشغل الفاينل فاليو كام؟ دي 1 دي 1 ماينس دي 2 وينيشال 0 ناقص 0 صح؟ كده تشارج طيب كده يبقى الـ Q total بتساوي Q1 بتساوي Q2 والـ هيطلع لك الـ average برضه Q total على الـ T clock يبقى الـ R equivalent هتساوي ايه؟ واحد على C1 زي C2 V1 ناقص صح؟ تمام Q total charge صح؟ تاني بشكل كده؟ يبقى الـ R equivalent هتساوي ايه؟ واحد على F C واحد صح؟ دلتا V طبعا دلتا V ايه الفرق بين دي؟ واللي احنا نزلناه قبل كده شفناه واحد؟ يبقى الكلام ده كان صح احنا لازم نتكلم كلام مش مصري يبقى في اي مشكلة؟ المسائل الـ equivalent دي في طريقة تانية إن أنت ممكن اللي هي الطريقة أصح يعني لو أنت مش عارف يعمل له سيستم ولا لأ يعني أنت ما بتجيبش بس الكلام ما بتجيبش التشارج تقفل البلاك بوكس على السيستم كله وتشوف التشارج اللي دخل من هنا وتروح عند التشارج اللي خرج من هنا يعني تجيب التوتال تشارج للسيرفيس ده 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 بس بما إن احنا أنا بعمل التكنيك ده لأن هو ميموري ليست فأكيد كل التشارج اللي دخل من هنا هتخرج في السايكل اللي بعديها من هنا طيب لو أنا عملت ال ال هو ال هيطلع نفس الهدف بس هعمله بطريقه برضه ان انا همشي على الاول على في واحد على الشارج اللي خارجه من في واحد لوحدها وبعد كده اعمل نفس اللي عملته ده على اصبح يعني ممكن التكنيك ده تعتبر ده زيرو وتعرف هيطلع لك مثلا ان الكيو توتال فانكشن في دي واحد بس واحد بس وممكن برضه تعمل مثلا ان هو ميور ليس برضه
في اوبزيشن ما ينفعش نيو ريلي سيستم صح؟ نيو ريلي سيستم بس في اوبزيشن. فهتلاقي برضه ان ده فيه وتجمع ده فيه ده فيه النظري. بس كده هتلاقي كتير جدا بتفضل نوع ميموري. او تعمل من الشارج والشارج في الاخر هتلاقي الحاجه اللي بتعتمد على التايم اللي هي الفاي طاقت. مش مهم. طيب يا شباب دي ثالث تكنيك عرفناه. الامبلمنتيشن تكنيك رابع لسه. يعني دي التكنيكس اللي في المحاضره، في تكنيك رابع اللي الدكتور جابه في الامتحان قبل كده. طيب خلينا نشوف التكنيك الجديد ده الامتحان الجديد يعني التكنيك الحالتين هيبقى كأنه هو كاباستور ما بين اتنين فولتج. ماشي هو كاباستور ما بين اتنين فولتج بس لو علاقة بأي حاجة من دول اللي هو التاني اللي فاتوا كان بارل كومبينيشن ما بين ده اللي هو التاني في الحالة التانية. تاني هلا بقى كنت بتكلم بقى كلام يعني ممكن اخلي ده ايكوفالنت ايه يعني؟ هو ده بيخلي سيريز من اتنين من اول واحد يعني اتنين من اول واحد سيريز؟ لا ايوه فعلا بارل صح؟ فهي الاثنين يعني اثنين من اول واحد عن الفاي بس هي مقلوبه صح؟ الفاي مقلوبه كان طلع لي الار اكويفلنت كان طلع لي الار اكويفلنت ليه علاقه بالفاي؟ لا لا صح؟ فلو قلبت الفاي هتطلع لي برضه نفس كونتيرز مظبوط؟ طيب يبقى بالتالي انا ممكن اخلي على اف سي يعني؟ ايه؟ يعني المفروض يطلع اثنين على اف سي؟ هنشوف واحد يطلع اثنين على اف سي ولا لا؟ مناسب ولا لا؟ ما كانش صح مش اثنين على اف سي واحد على اثنين اف سي برضه واحد على اثنين مش هيسيب صح؟ مش هي اثنين فاول مع بعض هنشوف بقى ماشي هنحاول نوصل للاثنين بقى عن بعض نوصل زي دي بالظبط بدون الايكويشن هنمشي دي بالايكويشن من بقى مع بعض يعني عندي سويتش سويتش كباستر هسميه تي اكس سويتش سويتش كباستر هسميه صح هي تي اكس ده دي واحد ده دي اتنين طيب الايكويفالنت ريزيستنس الحاجه شبه كده كام؟ واحد على اثنين اف سي اكس صح اللي هي ده بارل ده اللي هي ار بارل ار اللي هي ار على اثنين المشكله هتطلع في السي اكس والسي صح؟ ازاي اخلي السي اكس دي ايكويفالنت سي؟ اه اول حاجه مش ده جراوند وده جراوند ممكن اوصلهم لبعض فوق لسه مش هقدر اشيل جرام اه عشان يكون كل ده
التشارج ده هيجي من هنا، ده هيكون بيفرغ فهيجيب له التشارج. فالجراوند ده مش هيبقى الجراوند ده ساعتها هيبقى حاجه طايره مش ممكن اغلق منها سبب. هو هيبقى الفولت بصفر لكن صح ولا ايه؟ يعني الفولت في النص هنا هيبقى بصفر. الفولت بصفر ما بيتغيرش. لكن الفولت بصفر مش هيتغير. بسبب ان انا يعني التوتال تشارج الكرنت اللي هيمشي في جراوند هو جراوند مش هيتغير، بس الكرنت اللي هيمشي في جراوند مفيش كرنت هيمشي في جراوند. فبالتالي ممكن احتاجه ان انا اوصل الجراوند عادي. فيرتشوال جراوند. لو وصلت الجراوند هيبقى سي و سي دي شكلهم عاملين ازاي مع بعض؟ سي اكس. سي اكس ده في السي؟ هنكون شكلها عامل ازاي؟ سي اكس بتساوي جيم سي. السي سي نص سي اكس. سي هتساوي نص سي اكس. صح؟ مش ده سي كومبينيشن؟ يعني هتكون زي البارل تكنولوجي بتاعت بتاع الريزنس. يبقى الار ايكوبلنت بتطلع كام؟ واحد على اكس. واحد على اكس تي ولا واحد على اربعة؟ اربعة. انا واحد على اكس تي بقى بعملها ليه كده؟ فكرت بس مش هتعرف. ايوه اربعة. واحد. على 4 اس صح؟ ده اللي المفروض نحاول نطلعه. ده المفروض يطلع لي. مقتنعين هو طلع كده صح؟ ماشي. مقتنعين الدايرة دي هتطلع كده. دول نسبتها بقى. نسبتها ده منطقي كمان لأن هي فرق الكومبينيشن قللت الريزستنس. والديفرنشال اللي احنا عملناه ده اللي هي فرق الفيز ادتني كمان كوابيلتي زيادة ان انا ممكن اخد نص قللنا الكباسنس وقللنا الريزستنس.
طيب بص، لو انا كنت عاوز انجيب ريزيستنس صغيره، انجيب ريزيستنس صغيره بالريزيستنس العاديه، بالنتورك العاديه، بالريزيستنس اليمنت العاديه، كنت هستخدم اريا قد ايه جوه الشيب؟ ايه ريزيستنس صغيره؟ ريزيستنس صغيره عايزه. بص، جوه الشيب بيكون في حاجه اسمها سكوير ريزيستنس، كل اللي انت تعمله انك تقدر تعملها بارل مع بعض، وبرضه ليميتد بانك تعملها بارل مع بعض، ففي الاخر بتشوف بيكسل ويدث، والسكوير ريزيستنس دي الفاليو بتاعتها اصلا صغيره قوي، الال بتاعتها صغيره قوي، صح؟ فالسكوير اليمنت ده الفاليو بتاعت الريزيستنس بتاعتها صغيره قوي. عشان اعمل ريزيستنس صغيره على الشيب اقدر اعملها صغيره جدا. احنا اصلا مش عايزين نستخدم ريزيستنس. لا انا بقول لك بس الحل العادي. انا هستخدم ريزيستنس صغيره جدا، صح؟ بالسويتش كباستور عشان اعمل ريزيستنس صغيره محتاج اعمل ايه في الفريكونسي؟ اعلي الفريكونسي جامد، صح؟ مش اي واحد عليها؟ اعلي الفريكونسي جامد، صح؟ طب انا ليميتد بفريكونسي معينه، الباور اللي هتضيع في السيركت كبيره، السويتشنج درايفرز دي هتضيع باور كبيره، في الاخر ليميتد بفريكونسي معينه مش هقدر ازيد عنها. طيب يبقى اعمل ايه تاني عشان اوصل للريزستنس صغيره؟ اعلي الكباستنس. اعلي الكباستنس. طب معنى كده ان عشان اوصل للريزستنس صغيره محتاج اريا كبيره، صح؟ دي حاجه كويسه؟ بعملها ريزستنس عليها يعني. يبقى انا محتاج سويتش الكباستور بس اريا كبيره، دي حاجه وحشه. فالفكره في ايه؟ ان انا نفس قيمه الكباستنس اللي بستخدمها في التوبولوجي الاولانيه دي نصها بقى، قدرت اجيب ربع القيمه، ربع قيمه الريزستنس بمجرد اتنين سويتشز. طب ما انا زودت اتنين سويتشات صغننه بالنسبه لي. السويتش ده ترانزستور خد ضعف الدرايفنج باور. اخر لو قارنت بالفريكونسي انا ممكن استخدم ربع الفريكونسي اللي هستخدمها، يعني خدت ضعف بس استخدمت ربع الفريكونسي، ففي الاخر هتلاقي نص باور، نص الدرايفنج باور لو نفس الريزستنس، نفس الفاليو بتاعت الريزستنس. فدي طريقه واضحه عشان تمبلمنت بيها الريزستنس الصغير، تحاول تصغر في الريزستنس القدر الكبير، تقلل في الاريا يعني. بس ممكن تلاقي دي تعرف تركبها على دايره بتاعت اوب ام سويتش كباستور اوب ام سيركت او تي اي سيركت، وما تقدرش على حسب بقى مين ينفع يركب ومين مش هينفع. بس دلوقتي بقى عندنا الترمينولوجي الرابعه اللي هي الشكل دي، والايكويفالنت ريزيستنس بتاعها بقت معروفه. اي مشاكل يكون كده؟ طب بس انا دلوقتي التايم بقى سكريت، ما بقاش ينفع اعرف دي 2 غير في فايت 2. يعني مثلا في الاولانيه دي ما ينفعش اخد في 2 غير في فايت 2. لا ما ينفعش اي في 2 ده سورس. في 2 جراوند وده سورس. بس هنشوف بقى اللودنج افكت هيعملها ايه. اللودنج افكت مش هيخليها ريزيستنس هتعمل حاجه خليها ميموري، هيخليها ميموري سيستم. يعني اللودنج افكت لو مفيش سورس هنا يعني مش هقدر اشتغل بفكره ان انا ميموري سيستم، لان في الاخر ده مش هيقدر يفضي كل الشارج ويخليها بي 2. في الاخر هيشحن بي 2 دي لفاليو بي 1 بي 1، هيرجع لبي 1 فاكر نفسه اللي هو بي 1 هتبقى ميموري سيستم، وهيرجع لبي 2 بي 2 فاكر هنعملها اللي فات اللي هو شحنها في بي 1. هنشوف هنعمل هو فلتر فيها ايه اللي هيحصل. تاني مشاكل كده؟ دي الطريقة، يعني هي طريقة معرفش طريقة ولا مش طريقة، يعني إن أنتوا تبصوا على سورس واحد في المسائل زي دي. أنا شايفها طريقة أسهل يعني إن أنتوا تعملوا كونتربيوشن في شارج كبير. بس بقى مش ديت ديت على طول لما جت مسألة بيقول لك ديفاين ذا إيكويفالنت ريزيستنس للنتورك دي. طيب لو أنا مش هشتغل كده، ما بقولش فاين ذا إيكويفالنت ريزيستنس، انا خلاص عملت ريزيستنس عاوز اعمل بقى فلتر، هعمل ايه؟ انا عملت ريزيستنس عاوز اعمل فلتر، لو بصينا للفلتر بالمنظر ده وده ليه طريقه حل، هنحلها زي طريقه حل الدكتور بالظبط عشان طريقه حل الدكتور بسيطه وما تتضغطش. السويتش اللي هناك بص عليه، بص على الكاميرا مش اي حاجه، بص عليه على الكاميرا مش اي حاجه. طب حاطين
لا هو فلاتر هتشوف حاطينه ليه مثلا لو حطينا لو انا عاوز اشوف الدي اوت اخدها في سايكل غير السايكل اللي بيطلع عليها في الويست كورس يعني مثلا جبت الدي اوت واحد وخليت الدي اوت اثنين هتعرف هتلاقي في فرق يعني. طيب ماشي خلينا نبص للرسمه الخضراء المفروض ده يبقى فيه ستوري ده الاي سي فلتر لوبس فلتر صح؟ لوبس حد عارف لوبس فلتر ليه؟ بصوا كده على الشكل ده ماشي هو الجزء ده ار والجزء ده سي الجزء ده ار والجزء ده سي ما تتحكمش على كده بس بسبب اللودنج افكت اللي عمل التوسل ده الكات اوف فريكونسي مش هيكون شبه هيكون حاجه قريبه من ده بس مش شبه يعني مش عارف الكات اوف فريكونسي هنا واحد على ار سي هنا مش هتلاقيه واحد على ار سي بسبب اللودنج اللودنج اللي عمله اللي خلاه ميموري سيستم طيب يا شباب هو في حاجه بقى دلوقتي شغالين ستريت لاين سيستم صح؟ كنا عشان نشتغل زمان ناقص واحد زائد اتش اتنين ده السيستم بتاع الاكيميليتور زمان فاكرين؟ اكيميليتور اللي هو انتجريت عملت مستيجن الزيت ترانسفورم بتشوف الان دي هتشيلها وتحط مكانها ما تحطش مكانها حاجه ان ناقص واحد هتشيلها وتحط مكانها زيت ناقص واحد لو عاوز اجيب زيت ترانسفورم هيبقى واي زد بتساوي زد ناقص واحد واي زد زائد اكس وزد فلو عاوز اجيب ترانس فانكشن بين الاثنين دول هيطلع ايه؟ ترانس فانكشن اللي هو ستريت لاين ترانس فانكشن اللي هي ايه؟ واي زد على اكس وزد واي زد على اكس وزد هتطلع كام؟ واحد ناقص زد اس ناقص واحد ده اللي احنا محتاجينه من زد ترانس ان احنا نطلع ترانس فانكشن بنطلع ترانس فانكشن ازاي؟ نجيب الايكويشن بتاع التايم دومين ونحولها بالطريقه دي. طب احنا في المسائل دي كنا بنجيب الايكويشن بتاع التايم دومين؟ احنا كنا بنجيبها بس ما بنكتبهاش. مش كنا بنحط دي في الفاي 1 ودي في 2 ودي في اول كلوك ودي في اخر كلوك ونشوف الانيشال كونديشن اللي هي عند الستيت الاولانيه والفاينل فاليو عند الستيت الثانيه فكنا بنعملها بس كنا بنعملها واحنا مش واخدين بالنا يعني نعملها كده مش قاصدين نعملها بالطريقه دي. بس احنا هنا لازم نوصل نعملها بالطريقه دي عشان نطلع ترانسفير فانكشن لان هو بيطلب منها ترانسفير فانكشن. بنفس الكونسيبت ده كل اللي انا بعمله ايه؟ ركزوا في الحته دي بقى ماشي احنا دلوقتي عايزين نوصل ايه بالظبط؟ طلع ترانسفير فانكشن من دي ام ودي او ماشي ده اللي انت عاوز تعمله. طريقه الحل بقى عشان يكون سيستماتيك كده انا عندي دوت هيكون بيريودك سيستم يعني دايما بيعيد نفسه تاني بيعيد لو نفس الانبوت هيطلع نفس الاوتبوت تاني فالمفروض يكون بيريودك سيستم وصل خالص ستيتس لو وصل ستيتس يعني هيبقى كده لو هيكون ليه نفس الريسبونس سواء انتجريتد سواء اي حاجه وصل للستيتس طيب خلينا نبص نحلها ازاي؟ أول حاجة حاسم كيرف وأسمي عليها فاي واحد وفاي اثنين طيب أنا عاوز أحط التايم بيز بتاعتي اللي هي الإنات اللي هي هطلع منها الإيكويشنز اللي هطلع منها نسبة الفولتات الإنبوت الأول بتاع عشان أجيب كلاس فاينل هحط قيمة الفولتس ازاي؟ الإنات ازاي؟ أيا كان هي حاجة اختيارية بالنسبة لك بس دايما بنحب نبتدي بآخر حاجة نسميها إن وبيها ان ناقص واحد اللي هي تي كلوك ان ناقص واحد طب اللي في النص هيكون ايه؟ ان ناقص واحد يكون ورا ان ناقص نص؟ مفيش حاجه اسمها لا في ناقص نص يعني في ناقص نص يعني اللي هي بتتاكد بتبان انها في فيز غير فيز طب ما هي المفروض يبقى الان دي ان غير نص ده لو انا عند الفاي ديسكريت فاين سيستم بتاع السيجنال ده لو عند ان بس في بعد كل الكوتيشن انما هنا لسه ستيل انا السيستم يعني فالتايم ده كل التايمز دي موجوده بس انا بعبر عن الفاليو عن الفاينل فاليو بتاعتها بالكوفيشنز اللي هي اسمها ان بس هي البوت هنا موجود والبوت هنا موجود والبوت هنا موجود مش زي ما تلاقي مثلا لما يعمل لك ماتريكس لا انت مش هتقدر تاكسس ما بين تاكسس في النص اللي ما بينهم دول تاكسس حاجه انما هي دي موجوده انت كنت ده سيستم هو انالوج سيستم هو موجود في كل حاجه موجود في كل حاجه مش ستورد على على ارض مثلا على حاجه فان ناقص نص دي بارد هنا يعني مش يعني ده بولت حاضر حلو اقدر اجيب قيمه البولت فيه وبولت حلو مش بولت جاي من كالكوليشن ولا حاجه زي ما كنت بعمل ستيب طيب يبقى انا حطيت تايم بيس كده الدكتور بقى بيحب يفرق بين ايه؟ بيحب يفرق بين البولت اللي جاي ديورينج فايف واحد والبولت اللي جاي ديورينج فايف اثنين بيفرق بينهم ازاي؟ بيسمي ايفن وان احنا ممكن نسمي ايفن اللي هي اثنين وقلت اللي هي واحد ممكن نسميها كده شوف الدكتور هيسميها ايه مثلا يبقى دي او
دي اسهل حاجه ممكن تحلو عليها. مش وصل صوت يعني ايه؟ بص النوت دي هي دايما عباره عن مفهوم وصل صوت. النوت دي في سايت كامله مفهوم وصل صوت. فممكن احل عن النوت دي. اعمل ريزرفيشن مش عارف النوت دي. دي دايما وصل صوت. ولا مره مفهوم وصل صوت. هي دي اللي وصل صوت يعني. انا دي واسطه. دي اوت هو حاجه لسه مش صوت. اه هي دي مجرد ليبل نيم يعني. فا هنكتب هنكتب الايكويشنز ازاي؟ during for life ارسم دايره وفي life وشوف شكلها عامل ازاي وشوف conservation في الشاور على سي 2. بما ان السي مش الوصال اي حاجه يبقى once الكلوك جه اللي هنا لحد ما الكلوك جه هنا كل اللي انا عاوز اشوفه ان conservation في الشاور التشارج عند بدايه الكلوك ناقص التشارج عند نهايه الكلوك بتساوي صفر صح؟ ده لان مش واصل اي سورس فهو كان واصل بسورس كان تشارج من نهايه الكلوك ناقص التشارج في نهايه الكلوك بتساوي ايه؟ الداتا تشارج اللي جايه من السورس صح؟ يبقى ان احنا هنعمله ايه؟ يورين فاي باكت هنرسم الرسمه، الرسمه شكلها هتكون عامله ازاي؟ سي واحد دي واحد وديت دي اوت سي 2 اللي تشارج اللي عند مستر اسمه سي 2 اول قبل ما الهيتش تيجي بالظبط كانت بكام؟ دي اوتبوت اوف ان ناقص واحد ايفن ولا اوت؟ ايفن ايفن صح؟ صح يبقى انا هعمل ايه؟ دي اوتبوت اوف ايه؟ ان ناقص واحد ايفن اللي هو جاي من السايكل اللي قبل كده مش السايكل بتاعت السايكل اللي قبل كده ناقص الفاينل فاليو بتاعته كام؟ فانا بدي اعكس دي اوت ان ماينس 1 اود ان ماينس نص ايه ان ماينس نص ايه اود اود صح انت ساكت بتاع بس ما تشوف ساكت ثاني شوف النظام ايه فهيكون دي اوت اوف ان ناقص نص اود ده كله بيساوي ايه؟ تقدر تشارج بعد كده ده تقدر فاريشن في التشارج بعد كده ده اي سورس ده بقى اي تشارج كده؟ يبقى كام؟ زيرو ان تشارج في بدايه السايكل ناقص التشارج في نهايه السايكل بتساوي زيرو من الايكويشن دي هتطلع لي ايه؟ هيطلع لي ان في اوت اوف ان ناقص واحد ايفن بتساوي ايه؟ دي اوتبوت اوت ان ناقص نص هل الايكويشن دي منطقيه؟ طيب؟ الايكويشن دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي في اوتبوت اللي هي الغلط عند النقطه دي في ان ناقص واحد قبل الايدج بالظبط بيساوي الفولت بعد الايدج قبل الايدج بالظبط يعني. الكباستور في الهواء صح؟ هيتغير عليه الفولت؟ مش هيتغير عليه الفولت، ده الكباستور في الهواء بقى. التشارج اللي عليه مش متوصل حتى الكباستور جنبيه مش متوصل لاي حاجه، الكباستور في الهواء بقى فمش هيتغير عليه اي حاجه. ففي اي مشاكل كده؟ الايكويشن الاولانيه بطريقه دي ايكويشن معقوله ما لقيتنيش فيها. صح؟ التكنيك اللي احنا ماشيين بيه هو اول حاجه نرسم دي بس. طالما رسمت دي هنقدر نشتغل عليها. طيب يا شباب يوني فايت نيم هيطلع الشكل عامل ازاي؟ يوني فايت نيم طيب فايت نيم توصل بقى سي واحد توصل سي تو مش هنا عادي فايت نيم لو يوني فايت نيم وجينا نشوف شكل الاوت لو رسمنا الرسم رسم الرسم هيطلع شكل عامل ازاي؟ هو سي واحد مع سي اتنين وفي ان برضه على طول سي واحد وصل سي اتنين بي يكون مش وصل حاجه دي اوت بي يكون في الهواء ودي دي اوت ودي سي اتنين وسي واحد طيب كلنا احنا عملنا ايه؟ كونسرفيشن في الشارج قبل الايدج بالظبط وقبل الايدج بالظبط ده وده بما ان مفيش اي سورس واصل عليهم يبقى التوتال تشارج كام؟ بزيرو طيب خلينا نرسمها كده نكتبها بالتفصيل قبل الايدج بالظبط سي 1 سي 2 كان عليه ايه؟ كان عليه في او في في ناقص كان عليه ايه؟ قبل الايدج بالظبط انا ببص من هنا لهنا تاني ببص من هنا لهنا كان عليه ايه؟ في اوت ايفن في اوت ايه؟ اي اوت في ناقص واحد في اوت اوت في ناقص واحد ما هي ما كانتش يعني ما احنا مش عايزين ناكل في الفقر ممكن ما يكونش في الفقر ما تاكلش في الفقر هي بسيطة ما بسطهاش أكتر. هي
يعني اوريدي موافقين خطوات منها يعني. ف في اوت علشان دي حاجه كمان في الانترمتر، الناس اللي بتاخد خطوات، انا كنت باخد خطوات بس الناس اللي بتاخد خطوات لو طلعت الماده غلط ما بنلاقيش حاجه دي على غلط فمين اصلا، فلما يجيبوا الدرجه النهائيه لان هيجيبوا صفر فدي مشكله. فيا ريت ما تاخدش خطوات يبقى كان عليه ايه؟ كان عليه في الاول في اوتبوت قلت ان ناقص نص صح؟ طب وسي واحد كان عليه في واحد، سي واحد كان عليه في ان، في ان في ان بوت ايه؟ قلت ولا ايفن؟ قلت كان عليه في اوتبوت في ان بوت قلت صح؟ قلت ايه؟ ال ماينس نص، ال ماينس نص صح؟ كان عليه دي انبوت اوت ان ماينس نص ناقص ناقص هنضرب منه الفاينل فاليو، الفاينل فاليو بتبقى على سي 2 بايه؟ دي اوت ايفن وايه؟ ان دي اوت ايفن ان واحد كروس وهنا دي اوت ايه ده؟ المشكله ده كله بيساوي ايه؟ في اي سورس اوف فيهم؟ يعني مفيش اي شارجر بتتجدد عليهم زياده. يساوي زيرو. صح؟ طيب خلينا كده نختصر شويه اختصارات بالحاجات اللي عملناها. انا مشكلتي ايه؟ مشكلتي ان انا عاوز اجيب الاوتبوت عند لحظه معينه صح؟ نتيجه الانبوتس، الانبوتس عند كل اللحظات بس الاوتبوت عند لحظه معينه. ما ينفعش اقول لك انا كانر سيستم، انا في الاخر في الانر سيستم بشوف التايم اللي انا عليه ده صح؟ الاوتبوت بشوف التايم بتاعه بس. يعني لو عند هنا في النص هنا عند جالي في النص الحته دي ما ينفعش تقول لي الاوتبوت بتاع النقطه دي بيعتمد على النقطه دي في النقطه اللي فيها. يعني لو قست الفاليو فيها هتعرف الاوتبوت شكله عامل ايه؟ مش عارف يقيس الابلاغ. انا عاوز اطلع لي اكسبريشن معوض فيه هو نفسه يقيس الابلاغ ويعوضها. اكسبريشن يطلع لي زي الواقع بالظبط. يبقى ما ينفعش طلع اكسبريشن اقول له ايه؟ بص هو لو عاوز تعرف الفاليو بتاعت النقطه ديت ارجع للنقطه اللي قبليها عشان تعرفها. طب ارجع للنقطه اللي قبليها برضه لا ارجع للنقطه اللي قبلها قبليها ارجع للنقطه اللي قبلها قبليها. يبقى لازم ايه؟ لازم ترانس فانكشن تجي لي هي اي حاجه في البي ام اي فانكشن في البي ام تبقى المجال ده انا مدخله البي اوت ده حاجه انا عاوز اعرفها فلازم البي اوت كلها تكون في نفس الفيز. والحاجه اللي هي علاقه بنفس الفيز اللي هي ايه؟ ينفع ده اوت ده ايفن وده ايفن يبقى عاوز شيء ايه؟ عاوز شيء حاجه منهم. بصوا دي الايكويشن اللي احنا سجلناها مش ممكن اشيلها واحط مكان حاجه ايمن ماشي ان ناقص واحد يعني ممكن اشيل دي خطوه اللي انت بتعرفها كل دي اوت مش نت ترانسفر فانكشن يعني ترانسفر فانكشن واحد طب ممكن اشيل ان ناقص واحد دي واحط مكانها ايه؟ زد ناقص صح؟ ممكن اشيل ان دي خلاص واشيل ان دي خلاص صح؟ هنا زد كويس هنا ناقص نص يبقى زد اس ايه؟ ناقص نص اس ناقص نص طب اقدر اجيب ترانس فانكشن كده؟ انا هجيب اقدر اجيب دي اوت ايفن دي اوت ايفن دي اوت ايفن هجمعهم كلهم مع بعض دي انبوت اوت طيب انا هسالك سؤال الترانس فانكشن دلوقتي طلعت مالهاش اي علاقه بالدي انبوت ايفن هل ده منطقي؟ اه ليه؟ عشان انا دايما في الايفن شايف الانبوت مفتوح صح في الايفن اللي هو ايه؟ اللي هو 5-2 يعني ده اوبن فالانبوت لو اتغير اي حاجه الدايره كلها مش هتسجل صح؟ فمنطقي ان الفايف ترانس فانكشن هي ليها علاقه بالايفن بارت بتاع الايفن اي مشكله كده؟ ترانس فانكشن هتطلع لي اللي هي في اوتبوت خد على الفي جاوبت ايفن انبوت دي اوت ايفن على الفي انبوت خد تساوي ايه؟ لو جينا نحلها هنلاقيها سي واحد زد اس ناقص نص على سي واحد زائد سي اثنين واحد ناقص زد اس ناقص واحد. هتطلع حاجه زي كده. هو ده اللي هو بص فلتر بس انا هعرف ازاي لما هو بص فلتر. عاوز اعرف. عاوز اعرف ازاي بقى ممكن اعرف ازاي؟ بصوا يا شباب احنا عندنا في معلومه بتقول ان الزد ترانسفورم بالنسبه للكونتينوس تايم سيستم علاقته باللابلاس ترانسفورم تي بار اس تي ده تي سامبلينج
اللي هي تي كلوك عند مش تتسمبل بتي كلوك فده تي سامبل تي كلوك وده الفريكوانسي بتاع الام صح فلو انا الانبوت صغير مش هو اللي هو سنتر مدخل انبوت صغير والتي كلوك سريع قوي التي كلوك سريع الاس تي دي حصل ضرب الاس في تي مش هتكون رقم صغير اقل بكتير من واحد يعني ممكن ابقى سميت الكلام ده يبقى ايه صح ماشي ابقى سميت التيلور ابقى سميت هتعوض التو تيرمز بس التيلور اكسبانشن سيلتر سيريز اكسبانشن واحد بلس اس بي واحد بلس اس بي مش ممكن اعوض بيها بقى هنا دي هنا صح عاوز اتاكد ان السيستم هيطلع ستيبل انا لو هيطلع ستيبل مش الزد دي اس ناقص واحد زد اس ناقص واحد ديت ايه ناقص هنا ناقص صح يبقى كده الناقص دي الناقص اللي جنب الاس هتصير مع الناقص ديت يبقى انا كده سيستم غير ستيبل طب ايه زد اس ناقص نص دي انا مش هقدر ريلايز حاجه في المنظر ده زد اس ناقص نص دي بتقول لك ايه بتقول لك ان الاول بس ديلي النص كلوك سايكل عن ايه بس دي ديلي يعني اي حاجه موجوده هنا اللي هي انه بلس نص مش عباره عن ديلي مش الاوتبوت هنا وعشان كده لازم السويتش الزياده ده مش الاوتبوت هنا البي ان بتشرب بتشحن الكباسيتور ده في 5 بيظهر لي في الاوتبوت كده 5 يبقى بيظهر لي بعد قد ايه من كلوك سايكل نص بعد نص كلوك سايكل يبقى دي كانت موجوده هنا يبقى نص يبقى دي واضح ان الاوتبوت والانبوت مش هيطلع لي غير بعد نص كلوك سايكل صح طب لو حطيت هنا كمان سويتش حطيت هنا فاي واحد وسميت دي دي اكس مش دي كده عباره عن دي اكبر بليل في نص زد اس نص واحد كل كلوك زد اس نص واحد مش كل حاجه هتفضل زي ما هي بس دي زد اس نص واحد لان الانبوت بيطبع لي اكبر على الايه؟ ايش هنا ده؟ ايش هنا ده؟ بعد كلوك سايكل بعد كلوك سايكل ده صح؟ يبقى اللي فوق دي بس دي اندكيشن مش انا حوالها بالاس تي يعني ودي بس تديني انديكيشن انا ماشي انا واخد على الاقل ساعه كده عشان ابدا بس فاهم مش كده عوضوا هتلاقوا ان ال 3 دي بي باندكس مش بيساوي ده بالظبط مش بيساوي سي على سي يعني النقطه حتى اي فانكشن حاجه ثانيه طيب اللي احنا وصلنا له ده دي حاجه كويسه فلتر كاتو فريكونسي بتاعه ديفاين لا قسمنا على سي واحد الاخر كونتينوس تايم سيستم ممكن ما تاخدش فيه الانتجريتد نويز تاخد فيه السبوت نويز الاخر سويتش كلاسيك نويز هتاخد تاخد الانتجريتد نويز النويز بتاعتك هي تاخد الانتجريتد لان الاول اللي طلع لك ايه هو دي سي صح؟ عند كل سايكل بتكتبه دي سي صح؟ فبالتالي كل النويز هي لحظه اخر السويتش هي تاخد الانتجريتد نويز اللي طالع عليه النويز بتاعته عليه انما في كونتينوس تايم سيستم انت ممكن تشوف تكون شغال على ساين ويفز وقمعها كده فالبند الريكوست باند هي عباره عن اكسس بلان كده صح؟ فانت هتلف البليس ان ار حواليها بس بقيت الحاجات كلها مش هتلف دي ما كانتش هتلف سي فلما ولو عملت فلتر هنا لو عملت فلتر هنا هتعرف تقدر تعلي البليس ان ار السويتش كباستور بالسهوله تقدر تعمل ده النويز بتاعته زي والنويز بتاعته بتتابع على كي تي اوفر سي دي على سي يعني طب هي المسألة بتاعت الأول والسنتين بتاعت الأول